فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي من يبعث بشريعة سابقة، هذا أعظم الفروق، يبعث بشريعة سابقة بشريعة من قبله، كأنبياء بني إسرائيل بعثوا بشريعة موسى بالتوراة، وأما الرسول فهو من يأتي بشريعة جديدة ولا يبعث بشريعة من قبله. والمراد بالشريعة هنا الشريعة العملية، أما الشريعة التي هي التوحيد فهذه دين الأنبياء كلهم لا تتغير، أما الشرائع التي هي الأحكام الفرعية فهذه تتغير بحسب مصالح العباد في كل وقت بحسبه، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة في كل زمان بحسبه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت شريعته هي الشريعة الكافية للناس إلى أن تقوم الساعة، ما هم بحاجة إلى شريعة ثانية، كما أنهم ليسوا بحاجة إلى نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.